اهلا بيكم حلقه جديده من اذاعه الهواء بشارة. من خلال برنامج شباب على الهواء بقدم التحيه لكل الشباب، برنامجنا دايما من الشباب وللشباب. النهارده الاربعاء 9 فبراير 2022، ان شاء الله حلقتنا تحوز على اعجاب حضراتكم في كل مكان. النهارده الحقيقه معانا مجموعه من الشباب عندهم مواهب عديده. كل مره برنامجنا بيكون معانا الحقيقه مجموعه من الشباب دايما بنلقي الضوء على مواهبهم. النهارده هينورنا في الاستوديو الحقيقه مروه درويش، وهي موهوبه جدا في فن الغناء، وهينورنا كمان محمود الفاضل وهو فنان تشكيلي، وهينورنا أدهم محمد وهو موهوب في إلقاء فن الشعر. الحقيقة الشباب دول عندهم أهداف كتيرة جدا عايزين يحققوها على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي، وكمان عندهم رسائل عديدة عايزين يوصلوهم لغيرهم من الشباب. النهاردة هنتعرف عليهم أكتر في برنامج شباب على الهوى. كمان عايز أفكر حضراتكم في حاجة مهمة جدا في ظل ظروف فيروس كورونا. طبعا اللعين ملاحظين إن في انتشار واسع لهذا الفيروس اللعين، عشان كده دايما عايزين ناخد احتياطاتنا وناخد الإجراءات الاحترازية، وهي دايما نعقم أيدينا طبعا بالمعقمات الخاصة بالأيدي. مش بس كده، دايما نرتدي الماسكات، وخصوصا لو احنا في مكان مزدحم لازم يكون معنا الماسك معنا طبعا، ولازم ناخد اللقاحات اللي متخصصة لهذا الفيروس اللعين. وطبعا احنا شفنا في الفترة الأخيرة انه تحور وبقى ليه كذا نوع من أنواع كورونا زي طبعا إيماكرون، فلازم ناخد كل احتياطاتنا ولازم طبعا نحمي أنفسنا ونحمي أطفالنا. عايزة أفكر حضراتكم كمان عندنا صفحة جميلة جدا على الفيسبوك، وهي بعنوان شباب على الهوى. اللي عنده أي سؤال النهاردة عايز يطرحه على شبابنا الأعزاء اللي هينورونا في الاستوديو، ياريت يبعتولنا حالا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك مكتوبة بالعربي شباب على الهوى. تعالوا سريعا نطلع لتقرير جميل جدا بعنوان إبداعات شبابية، وبعدين نرجع مع بعض عشان نلتقي بضيوفنا في الاستوديو في شباب على الهوى. عشان يبقى عندي موهبة أنميها، يعني هشترك فعالياتها ونمي الموهبة ديت، وأرى يعني في الموهبة كويس جدا. يعني طبعا ننمي الموهبة من خلال التدريب والممارسة، وان احنا نضغط على نفسنا. طبعا لو انا مثلا عايز اطبع زي محمد صلاح، فلازم انمي نفسي وانزل مركز الشباب واضرب نفسي، ما افضلش ثابت في مكاني مستني ان حاجة تيجي، لازم اشتغل وافضل وراها مصبرة، فاهم؟ هو بيحاول يعني يركز على هدفه، ومهما حصل اللي عايز يوصل له بأي طريقة، عشان هو ده امله في الحياة، ان هو يبقى فعلا عنده هدف في الحياة وعنده مصابرة وهكذا. لازم طبعا نجتهد طبعا، فلازم ان عشان كده نبرز موهبتنا. انا حاكم على الهواء مباشرة ومنورنا ضيوفنا في الاستوديو الحقيقة، ومنورنا محمود الفاضل وهو فنان تشكيلي، اهلا بحضرتك. ومنورنا كمان ادهم حساسين وهو موهبة في فن القاء الشعر، اهلا بيك. طبعا موهبة عظيمة جدا. ومنورنا كمان مروة درويش، وطبعا عندك موهبة جميلة وهي الغناء وفن الغناء، وبتحبي طبعا يعني فن الغناء عندك متنوع جدا. انا سامعاكي في البروفات عماله تعملي حاجه جميله جدا، هنتعرف عليكي اكتر عن قرب. هنبتدي الاول مع حضرتك استاذ محمود، فعايز اعرف الموهبه بدات معاك ازاي. انا شايفه اشكال جميله طبعا وفن رائع. انا بكالوريوس تربيه فنيه، فنان تشكيلي. فدي كانت ماده من ضمن المواد اللي كنا بندرسها، تشكيل اسلاك النحاس. فانا افتكرت شويه حاجات كده وخدت خبرات من عن طريق النت، مش دراسه قوي يعني، لان الدراسه ما كانش فيها الامكانيات اللي موجوده يعني. هنا يعني ثقلتها بالبحث. ده سلك لف المواتير اللي بيبقى جوه المبينه بتاعه الموتور. فانا استغليت ان الوانه، واستغليت ان هو شبه الفضه شويه في الاسلاك، السلك، وان هم بيعملوا الحلقات بيها كده. جميل جدا. فابتديت اشكل بيها غرز واشكال بتتعمل ذهب وفضه، بس للاسف ما بتتعملش في مصر، جاب من بره مستورده يعني. فالحمد لله قدرت اشكل بيها مجسمات وقطع اكسسوارز. هنقطع بس كلامنا سريعا، نروح نرفع اذان الذوق بعدين نرجع مع بعض عشان نكمل طبعا فقرتنا. مشاهدينا تعالوا نروح عشان نقدم اذان قرب وبعدين نرجع مع بعض. مشاهدينا جانا حق مباشرة ولسه بنكمل كلامنا طبعا، ورجع لمحمود هو بيكلمنا طبعا عن الفن اللي بيقدمه، وهو الحقيقه معاه مجموعه من الاكسسوارز ومعاه كمان مجموعه من الفنون رائعه هيعرفنا عليها، زي العربيه اللي مع حضرتك دي عرفنا عليها. العربيه دي معموله من كلينكان، ده بيبقى شرايح نحاس. الكاميرا كده شويه. ببتدي اشكلها وما بلحمش فيها حاجه خالص، كلها عباره عن تربيط بالسلك.
والشغل اللي عليها من بره ده عباره عن حلقات انا بعملها بيجي سلك جاهز مفرود انا بشكله بايدي واعمل حلقات وابتدي الضمها حاجه في حاجه. دي اخدت وقت قد ايه مثلا؟ حاجه زي دي خدت مني شهر تقريبا كده كل يوم 5 ساعات شغل. اوكي تمام. فا ابتكاري يعني مش اكيد. ومعنا كمان حاجه للاباجوره. الاباجوره نفس الحكايه برضو بعملها من اباجوره صغيره كده لغايه لمباديره بنفس السلك بنفس طبعا بقى معانا مجموعه من الحلي رائع جدا. ومثلا ممكن تشرح ده عباره عن السلك بثلاث الوان لو الكاميرا جايبه وفي الحجر بتاعه فيروز. ده حجر اصلي طبعا. طبيعي. اوكي. وهنا ده صدف. والطقم بيبقى كامل بقى. وعندي اشكال كتير للموديلات بتاعتي. في برضه هنا دي بغرزه مختلفه اكيد. وهنا دي اسمها الحصيره. الحلقات اللي في النص بيبقى السلك رفيع جدا بيتلف على سلك تاني وبعد كده يتعمل بيه حلقات ويتلضم. بتستوحي التصميمات دي منين؟ حد بيرجع حد بيقول لك انا عايز مثلا اوردر معين او عايز طلب ده معين بيحصل في بعض الاحيان فعلا بالوان معين ولا ممكن انت تبتكر؟ ليا ناس معينه بتشتري مني دايما فبتبقى محتاجه لمناسبه فبتقول لي عايزه حجر معين او حاجه فبتيجي اعمل لها تصميم على كده. جميل. اروح بقى لادهم. وادهم موهوب في فن الشعر وهو خريج هندسه، حاجه مختلفه تماما، ايه علاقه الهندسه بالفن الشعر بقى؟ والله هي ملهاش علاقه قوي بس هو يعني تقدري تقولي حضرتك ان الطموح انه احنا الموهبه بنحاول نسقلها على حده وبنشتغل كباب عمل لوحده على حده خالص. لانه طبعا لو طب دراسه الهندسه يعني فاتتك في ايه في الشعر؟ لا هي ما فادتنيش قوي يعني الحقيقه يعني هو بس فكره ان الكليه دخلتنا رعايه الشباب، رعايه الشباب حفزتني ان انا اطلع حفلات واقدم في مسابقات بس لكن كتخصص طبعا ملوش علاقه بالشعر اصلا. طب نسمعك سريعا. طيب. بكتب بشعر كلام يوصف قصص قدام وكاني واد رسام له رؤيه في الرسمه وكأني منجم خام في الضحكة والبسمة بحب أفرح كل من مني وبحب أكايد في اللي كارهني وأحب مود الحزن يهملني وحده يعاملني كأني معرفهوش بكتب بشعر كلام يجوز ما تفهمهوش إن الحياة ألوان تشبه لكم وشوش إنسان شبه إنسان لكن ما يتقارنوش واحد مبادئه كيان والتاني عقله فشوش فاللي نويت أقصده إن الحياة مسارات وأراضي ومحطات وبإيدنا الاختيارات في حياتنا ومصيرنا في كلامنا مع غيرنا في الجهل والعرفان في الضحك والأحزان في حاجات تبان كبيبان لدخول كيان أبهج لقرار إذا خدناه هنغير المنهج قبل ما أقول وانهج حابب أقول حاجة الدنيا محتاجة لبساطة في التعبير بدون ملل ألقاب محتاجة حضن يسيع اللمة والأصحاب محتاجة ناس تحتوي ألجأ لحضن ارتوي مش يبقى حضن سراب فيخلق شايفة ضباب النور في كل مكان انزع حجاب الزعل تلقى السعادة تبان تلقى اللي كان دبلان بترد فيه الروح تلقى السعادة تفوح وبتملى أيامنا وده كل أحلامنا نعيش في خير وسلام على وجهنا نحسن ختامنا كلام مش كل يوم نزعل الحزن مر وسام الفرح شيء اسهل شعري جميل لكن ضحكتكم دي اجمل. الله. احلى حاجه ان انت بدات بشعر كله تفاؤل وامل وجميل. انت دايما متعود عليك يعني متعود على الشعر بتاعك يكون فيه تفاؤل ولا ساعات كده وساعات كده؟ لا الحقيقه انا شعري كله متنوع قليلا لو كتبت عن التفاؤل الحقيقه يعني. اوكي. بتميل للحزن اكتر. هو دايما الفنان اللي بيقولوا الفنان يعني بيميل انه يكتب احزان اكتر من افراح. ممكن بس انت الحمد لله بدات النهارده بحاجات كويسه مفرحه يعني. البيئه بتاثر جدا على الفنان وهو بيكتب طبعا. الظروف بتاثر جدا على الفنان برضه وهو بيكتب الشعر. عايز اعرف اكتر موقف واكتر حاجه فعلا والبيئه بتاعتك اثرت فيك ازاي وانت بتكتب الشعر ومين الشعراء طبعا اللي اتاثرت بيهم؟ طيب بالنسبه للبيئه انا طبعا من قريه اسمها ابرواش. القريه دي قريه ريفيه والنهار اليومي بتشوف الفقير وبتشوف الانسان اللي طالع من بيته ياكل عيش وبتشوف المشاكل وبتشوف القضايا كلها يعني بتشوفها على مدار اليوم بتاعك فهنا بتتاثر طبعا. طبعا الشعراء اللي انا بتاثر بيهم يعني الفنان صلاح جاهين
طبعا عمنا نجم. طبعا في بقى الشعر اللي هو اللي احنا بنعاصرهم زي هشام الجخ، زي عمرو حسن، كل الناس يعني. طبعا هو الشاعر على العموم بيحب يسمع كله علشان اكيد يبدأ عشان يبقى متنوع. انا هرجع لك تاني بس اروح بقى سريعا لمروه. مروه بتدرس بزنس صح كده زي ما قلتي، ملهاش اي علاقه بالغنى. اسمعك سريعا وبعدين نتكلم مع بعض. اوكي نغني حاجه وكده سريعا. اتفضل يا مروه. اغنيه لشيرين سلم على الشهداء. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش ناسياك، وشك متزوى بالضي، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متزوى بالضي، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي. الله الله، احنا كده ايه بدأنا بشعر متفائل جدا. بدأنا بأغنية. لا بس هنرجع تاني. عرفيني بس بدأت معاكي الموهبة ازاي مروة؟ هي بدأت وانا صغيرة جدا. طبعا الموضوع اتنمى من بدأت مدرسة، اقيم حفلات مدرسية، وبعد كده اروح حفلات الجرادويشن، وبعد الجرادويشن رحت حفلات تانية، مدرسة مدارس تانية وفي اماكن تانية. اوكي. بعد كده رحت قلت اقدم في الاوبرا عشان الموضوع ما يقفش معايا في زون معين. قعدت في الاوبرا شويه، جت ثانويه عامه وقفت الدنيا الحمد لله. اكيد اهتميت في الدراسه شويه، جت كورونا وقفت الدنيا، وجت كورونا وقفت الدنيا تاني. بس فعملت، دخلت اذاعه وتلفزيون قبل كده، ودخلت مسابقه تبع الجمهوريه، وكنت الحمد لله المركز الاول، اول مقرر. برافو عليك. بس ودخلت في التلفزيون وعملت انترفيو لطيف. الموضوع انت على كده. هنرجع لك تاني طبعا وهنسمع اغاني كتير. بس هروح بقى لمحمود ونشوف الفنون الجميله اللي انت جايبها لنا النهارده معاك. عرفنا على بقيه الحاجات، في مجموعه من الحاجات اللي معانا هنا على الترابيزه دي تعرف عليها. مجموعه درويش جايبها معايا، دي اللي فوق الاباجوره، حجر فيروز مع احجار تانية اسمها مطب، ما تبقاش طبيعيه بس هي بتتصب عشان تقدر يصب جواها يعني، وشكل بقى بالتشكيل ده. عباره عن برضه سلك بس مقاس تخين شويه عشان يقدر يبقى ماسك نفسه. وعملت مجموعه من السوست وردمتهم في بعض بالتصميم اللي حضرتك شايفاه. انا ملاحظه ان الالوان جميله جدا، وملاحظه كمان انك مستوحي بعض الالوان فرعوني. من الفرعوني، كنت لسه الفن الفرعوني الاصيل. ده مقصود. انت متاثر بيهم قوي او جداً اوكي؟ يعني انا من عشاق الفن الفرعوني في العموم. أكيد. كانوا شاطرين جدا في الحلي بتاعهم، وكانوا بيعملوا منمنمات خطيره بصراحه. والوانهم في الاحجار وانتقاء الاحجار والترصيصه جنب بعض كان نهائي. فاستوحيت دي من غويشه فرعونيه. انت بتنقي بقى الالوان دي بناء عن ذوق معين، ولا فعلا عملت دراسه وشفت الفراعنه كانوا بيستعملوا الوان ايه؟ ما هو دراستي في الكليه كنا بندرس الفن الفرعوني، وبندرس الوانه ودرجات الوانه كمان من خلال دراستي. وبعد كده طبعا ببحث انا أكيد. زياده، عشان الدراسه ما بتديش كل حاجه طبعا، لازم الواحد يعتمد على ان يقوي نفسه. حاجه زي دي بقى تاخد منك وقت قد ايه؟ اولا الاباجوره وبعد كده الغويشه. الاباجوره تاخد مني لو الكاميرا تجيب يعني ساعتين مثلا شغل. اوكي مش كتير قوي زي العربيه اللي خدت شهر. بس على فكره هو ساعتين عشان انا بقالي زمن بشتغل فيها وايدي بقت سريعه. اوكي بالنسبه للناس اللي لسه جديده ممكن تقعد معاها 5-6 ساعات، ممكن يوم كامل، لان مش سهل ابدا. السلك ده يعني محتاج برضو مهاره معينه. بالظبط كده. أوكي. محتاج صبر. اكيد يعني أكيد. لازم تقعدي على الحاجه وتركزي فيها. طيب قولي بقى الغويش اخد منك. الغويشه نص ساعه. نص ساعه بس كده. بس كده. بس طبعا هو بقول لحضرتك الوقت اللي انا باخده بيبقى قليل عشان انا بقالي كتير وايدي تمرست في ده. اوكي. فده يخليك انك تعمل حاجه ممكن اسرع واجود في الفينش بتاعها. جميل. هي بصراحه حاجات رائعه. كاميرا كمان هي فعلا معانا دلوقتي الغويشه.
اللي هي فيها برضو الفيروز. الفيروز احجار. اوكي الفيروز. انت ده فيروز اصلي؟ ده فيروز اصلي. اوكي. هو على فكره يقال ان الفيروز او اللون الازرق يعني مش بس للحاسه زي ما الناس بتستعمله، لا كمان بيشيل طاقه سلبيه تماما كده، وبيدي طاقه ايجابيه. بيدي طاقه ايجابيه يعني. والنحاس كمان بيعمل اكيد، النحاس بيدي طاقه ايجابيه. الخامه كمان انا ما اتكلمتش عليها، الخامه الميزه بتاعتها ان هي ما بتتاثرش بعوامل الجو. يعني لو في عرق او املاح او كلام من ده او برفيوم او كريمات ما بتتاثرش خالص ولا لونها بيغير. هايل. مع العمر زيها زي الدهب يعني، فبتبقى جميله. لا جميله جدا. هروح بقى لفن الشعر شويه. ادهم، وقولنا بقى شعري تاني سريعا كده. نقول صابرين. صابرين وصبره وصابر الصابر. صابرين وصبره وصابر الصابر، صبروا في زمانهم على الظروف ياما. صابرين سندها سابها تعليمها، فالعلم سابها وساب لها علامه، وهي علم الدنيا علمها، رفرف عالمها جعلها علامه. فادت دماغها من جمال الصبر، واتغلبت على عيشه مره وصبر في حياتها، حيت فيها روح العلم، ما لمتش يوم على حد بملامه. صابرين وصبره وصابر الصابر، صبروا في زمانهم على الظروف ياما. صبره الجميله اسم بمسمى، وتراث كتيره تسيبها تستنى، وتظل صبره فكرها الجنه، فتغيب توحش في اللي وحشانا. بجمال طباعها طبعه في طبعنا، خلتني فعلا عاشق اتبعها، سابت حاجات صعب اني اجمعها، مشيت ولسه عملها مش ماشي غير لما نلقى قدرنا مشانا. صابرين وصبره وصابر الصابر، صبروا في زمانهم على الظروف ياما. صابر مريض لكن عالج مرضه بالصبر، صبر نفسه وبصبره، صاح في الوجع من قوته وخده. شفت الاراده جايه من قلبه، لقال ظروف ولا ناس تقول غلبه، وهمه الكبير انه يزيح همه. هاتف في ودنه جاله وهتف له، قال له يا صابر ده العلاج عنده، اذكر الهك وادعي دعواتك، ربك نجاتك ما تشتكيش عبده، ليه الشيطان عن ذكره نسانا. صابرين وصبره وصابر الصابر، صبروا في زمانهم على الظروف ياما. صابرين وصبره وصابر الصابر، دول احنا بس عملنا الدنيا لهيانا. الله. جميل جميل. الشعر زي ده بقى طويل جدا ومحتاج حفظ كتير، ممكن تقعد تحفظه في قد ايه؟ وازاي فاكره اصلا؟ لان يعني ببقى مستغربه جدا ازاي الشعراء بيكونوا فاكرين الشعر بتاعهم. هو الحقيقه انا كمان يمكن القصيده بقالي مده كبيره جدا ما بقولهاش. الشعر بيتحفظ طريق التكرار، ان انا القيه مره واثنين وثلاثه واكتر، وخاصه اصلا نص حفظه بيتم في عمليه الكتابه، لان وانت بتكتب تبدا تكتب الشطور. صحيح. والابيات، وتبدا ترجع تراجع عليها علشان تكمل، وكل ما تكتب ترجع تاني. فلذلك طبعا ياخد منك وقت قد ايه بقى قصيده زي دي؟ ملهاش، ممكن قصيده تاخد 10 دقايق وممكن قصيده تاخد سنه، ملهاش حسبه. فن فمالوش وقت معين. مروه سريعا يا مروه، غني بقى اللي اتفقنا عليها. حاضر. اكذب عليك. بابا قلنا كده. اتفضلي يا حبيبتي. اكذب عليك، 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 واكذب عليك لو قلت بحبك، اكذب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك، همسة اكدب عليك. قم على انا ايه، قولي انت انا ايه، اختار لي بر وانا ارسى عليك. قم على انا ايه، قولي انت انا ايه، اختار لي بر وانا ارسى عليك. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟
قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول يا حبيبي. الله الله، هايلة هايلة هايلة، صوتك جميل جميل يا مروة. عايزة أعرف أنت بتغني بقالك كتير وأنت في المدرسة ودلوقتي أنت طبعا في الجامعة، وقلتي ان في ظروف كتيره جدا خليتك تتوقفي عن الغناء، ازاي مستمر صوتك لسه حلو، وازاي قادره تدربي صوتك يفضل كده، وخدتي جوائز كمان كتير؟ عايز اعرف ازاي الفنان بيفضل محافظ على المقام اللي هو فيه. هو اي فنان يعني غاوي غنى لازم يتمرن كتير، فلو ظروف يعني ما ساعدتوش ان هو يخش في مسابقات ويبقى اون سوشيال ميديا ويتعرف زي بقيه الفنانين التانيين، مضطر ان هو يغني في زون ضيقه شويه اللي هي ايه؟ البيت. البيت يقدر ان هو ينتشر سوشيال ميديا، يصور فيديوهات مثلا بسيطه، فويس نوتس، اوديوز، حاجات زي كده، وينزلها مثلا فيسبوك، اي سوشيال ميديا. فجات لي فكره ان انا كنت عايزه اعمل باند، كنت مسميها البوصلة. الموضوع ما تمش قوي لان الاعمار مختلفة، الرابة منزل واللي كانوا في جامعة واللي كانوا اكبر وبيشتغلوا، فالافكار ما كانتش مع بعض، كانت مختلفة. فاضطريت اعملها في الجامعة، لكن الموضوع ما جاش، الجامعة ما جابتش معنا لفترة كورونا كمان، واحنا هنجمع نفسنا في الجامعة كورونا ما تمش، فاضطريت ان انا اكمل سوشيال ميديا واتمرن على نفسي وادوس على نفسي واشغل فوكلز تمارين. ففطرتي انت تقعدي وقت طويل تعملي تمرينات عشان صوتك طبعا يفضل حلو ويفضل تفضلي فاكره الغناء يعني. اوكي، احنا للاسف وقتنا قرب ينتهي معاكم، عايزه سريعا اخد احلامكم وطموحاتكم كل واحد فيكم والجوائز اللي حصلتوا عليها لان وقتنا قرب ينتهي. استاذ محمود اتفضل. انا حلمي طبعا ان الفن بتاع الاكسسوارز ينتشر اكتر من كده شويه، الخامه نفسها تتعرف، لان الخامه مش كل الناس بتشتغل بيها، بتشتغل بالنحاس الاصفر لان هو اقرب شويه من الذهب، فالناس بتستخدم الاكسسوارز بس بتنيك، لكن الخامه هي اكتر امتدادا يعني، والوانها غنيه جدا. الجوائز اللي انا خدتها في مجالات داخل الاكسسوارز وخارج الاكسسوارز. فجوه الاكسسوارز انا كنت مقدم في مسابقه كانت دوليه، بس للاسف التصميم بتاعي اتحط عليه اسم واحد تاني وخد مركز تاني. ياه. ده حقيقي للاسف. الكلام ده اكتر من 10 سنين. لا ان شاء الله المره الجايه هيكون هتاخد الجائزه الاولى باذن الله. ادهم. يعني حلم طبعا ان كل الكلام اللي انا كتبته يوصل لكل الناس، خاصه ان انا شعري اصلا بسيط، انا ما مش بحاول اخلي فيه كلام في عمق شويه. فطبعا ده نفسي اعمله، نفسي يكون ليا ادوان واثنين وثلاثه الفتره اللي جايه. المسابقات والجوائز الحمد لله انا اخذت 5 جوائز في الشعر في مسابقات مختلفة تابعة لوزارة الشباب والرياضة ولمسابقات أخرى، وخدت مركز تاني. احنا الحقيقة يعني بنشكركم جدا، وبنتمنى طبعا انك تاخد كمان جوائز في الهندسة. مروة سريعا عشان خلاص وقتنا. انا حلمي طبعا ان انا يبقى عندي فرصة ان انا اعمل اغاني بتاعتي ان شاء الله، والاقي ملحنين ومنتجين عامة. وانا خدت مركز اول الجمهورية وشهادات عادي، انا لسه في زون صغيرة المدرسة وكده، حاجات بسيطة يعني. ربنا يوفقك في الجامعة وتخلصيها على خير، وربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله نشوفكم حاجة كبيرة جدا في المستقبل، وهتغني زي ما انت عايزة ان شاء الله، وهتنجحوا كلكم بإذن الله. بشكركم جدا مشاهدينا، بكده تكون خلص حياتنا معاكم بسرعة جدا النهاردة. برنامج شباب على الهواء، ان شاء الله بكرة أسرة جديدة وحلقة جديدة، اشوفكم دايما على خير بإذن الله.